وهددني قدام اهل الحاره كلياتها انه بده حصته، بده حصته من الحصه اللي اخذناها من ابوك الله يرحمه. شو هالحكي هذا؟ انا بعرف عمي الله يرحمه قبل ما يموت عطى اخوه ابو طالب كل حقه. صحيح مرت اخي، بس هو ما عم يفهم هذا الشيء، قال له حصه بيناتنا وبده اياها. شو على كيفه؟ بعدين شو ابن عمك قال مثل الكدش؟ والله ما بعرف اخي، بس وحيات الاولياء والصالحين انه كنت بدي اخرطه قتله بالحاره، بس صراحه خفت تزعل منه. واه اوعى تعمل هيك شيء فعلا، لانه بدي يزعل منك. هذا بيتم ابن عمنا وعيب على شواربنا اذا بنعمل له شر. لك عم بيهون عليك هيك اخي؟ قاعد عم يحكي علينا على الطالعه والناس اللي قدام اهل الحاره كلياتها. اخي يحكي اللي بده اياه، كل اهل الحاره بيعرفوا الحقيقه انه طالب ما له معنى ولا متليك. طيب ابن عمي ليش ما انت تحكي معه؟ بركي بتنحل. شو هالحكي مرت اخي؟ بدك اخي يكسر حاله وروح يحكي معه؟ لك هيك ما بيكون عم يكسر حاله، هيك بيكون عم يصغره لهداك. لا مو مزبوط هذا الحكي، نحن ما تعودنا انه الكبير بيروح بيحكي مع الصغير. خلاص اخي معلش، الوعى الكبيره بتسعى الوعى الصغيره. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هلا شو؟ هلا الله يرضى عليك بتروح بتقول له انه نحن عم نستناه على العشاء بعد صلاه العشاء. ماشي مثل ما بدك. كأنه زعل فاروق. يزعل، خليه يعرف انه هذا بضل ابن عمنا. كمان ابن عمك شو صار له؟ ما كان هيك. شو صار معك؟ شو صار اخي؟ قال ماله جاي، ويلي بده الثاني بيجي لعنده. عجبك؟ قلت لك ما بدنا هالقصة الا بدك تساويها. لا خلص خده على قد عقله، اذا هو ما بيجي لعنا نحن بنروح لعنده. شو هالحكي اخي؟ شو تروح لعنده؟ يعني بدك تنفذ له كلامه؟ لا ما حلوة بالمرة. فاروق فضل يا سيري. حول ولا قوة الا بالله. يا اخي شفتي؟ ما صار الا بده يدني نفسه لطالب. سلفي اخوك واعي وكبير وعرفان حاله شو عم يتصرف. عم يعمل هيك ويحل المشكلة مشان ما حدا يجي يلومه على شيء. لا اله الا الله، ليش مين بده يلومنا؟ لك مين دخله بمشاكلنا؟ لك هي انت قلتها مشاكلنا، يعني نحن عيلة واحدة، ما بيصير هيك تفرق اولاد العم، ما بيصير. بعدين عمي الله يرحمه لو كان عايش بيهون عليه بهالحكي؟ لا والله ما بيهون عليه، الله يرحمك يا ابي. عاش طول عمره وما خلى حدا يزعل منه باهل الحارة. واخوك كمان هيك، ما بده يوصل مع ابن عمك لطريق مسدود. بقى انت هيك استهدي بالرحمن وصلي على النبي وحاج توجع له راسه لاخوه. الله يرضى عليك، صلوا على النبي بقى وحلوها. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. شو بعثنا لك خبر ما قبلت عزيمتنا؟ قال بده الثاني بيجي لعنده. خير؟ شو في؟ هي جيت لعندك. بدي حقي من ورثة ابي. ايه بس ابي الله يرحمه عطيه لابوك كامل حقه على دوز بارا. هذا الحكي مو صحيح. لا سيدي صحيح، هذا الحكي فيه مستندات وحجج. بس المصاري اللي عطيهم ابوك لابي قبل ما يموت قل بكثير من قيمه البيت اللي انت قاعد فيه. ومين قال لك هذا الحكي؟ انا يلي بعرفه المصاري اللي واصله لابوك الله يرحمه اكثر من حق البيت. لا هذا الكلام مو صحيح. شلون يعني مو صحيح؟ وانا شو بياكد لي هذا الحكي؟ ما فيها شيء، هلا بروح على المقبره بفيق ابي وابوك مشان تتاكد حضرتك. عم تتمسخر علي ولك عبد الحي؟ انت اللي عم تخلي العالم تتمسخر علينا. اسمع لحاكيك طالب، كلمتين ما في غيرهم. شو بدك حتى ننهي هذا الموضوع؟ 10 ذهبات. شو 10 ذهبات؟ كل البيت ما بيسوى 10 ذهبات. والله انا هيك بدي. ايه يا اخي كلمتين ما في غيرهم، اذا شغلتك 3-4 ذهبات انا جاهز، غير هيك ما عندي. روح على بيتك وفكر بالكلام اللي قلت لك اياه، وبعد اسبوع بترد لي الجواب. يا بتعطيني 10 ذهبات يا اما لنا حكي تاني. ايوه شو علي؟ منفكر بالموضوع. هاتراك شو ابن عمي؟ ان شاء الله عم تفكر تعطي الذهبات. لك انو ذهبات؟ لك سهيلة انو ذهبات؟ كل يلي معي ما بيطلعوا 4-5 ذهبات، وانت شايفه شغل المطحنه. طيب شو حتساوي؟ ما بعرف ما بعرف.
خايف اذا تدينته واعطيته اياه اطلع قدام الناس فعلا انه انا كنت ناصب عليه، واذا ما اعطيته اياه بده يتم يحكي علينا. والله معك حق، يعني شي بحير. انا حاسس ورا اصرار ابن عمي على المصاري في ابنا. ما عم بفهم عليك، مثل شو؟ ابن عمي مربى عز، مو بعينه كل هالدنيا، ما بعرف في شيء. طيب يعني معقول يكون حدا ضاغط عليه لحتى عم يطلب منك المصاري بهالطريقة؟ كان اجا طلبوا مني، دينوا مني، بس ما بعرف ليش هيك عم يعمل. غريبة، أنا كمان ما عاد فهمت شيء. في إنا ولازم أعرف شو القصة. مرحبا أخي. عليه فاروق. حزير مين شفت بالدكانة عند ابن عمك طالب؟ مين شفت؟ زينو. زينو؟ مين زينو؟ ولك زينو الشابي تاجر الحنطة. زينو ما غيره؟ إيه والله يا أخي، كنت ماري قدام دكانة ابن عمك طالب ولا لقيته قاعدين هن الاثنين وعم يتهامسوا. وإنتي ما سمعت شيء؟ لك شلون بدي أسمع لك أخي؟ ما عم أقول لك كانوا قاعدين عم يتهامسوا، بس أنا متأكد مليون بالمية إنه في شيء بيناتهم. لعمة شو لم الشامي على المغربي؟ والله ما بعرف، بس بتعرف أخي أكيد زينو له يد باللي عم بيعملوا فينا ابن عمك طالب. أيوة شو بده يكون بيناتو؟ ما أنت بتعرف زينو، واحد ابن حرام وطماع وصيته سابه بكل الحارات وما في حدا إلهم مشالف مصاري، شو بده يكون بيناتهم يعني؟ فهم علي أخي؟ هلأ نحن مو بنعرف إذا في شيء بخصنا نحن، شو بدنا بها القصة؟ أخي على قلك، مثل ما بتعرف إنه ابن عمك طالب بيشتغل بكار الحلاقة وزينه بتاجر الحنطة، فشو جابهم على بعضهم؟ مزبوط عم تحكي. معناتها أنا جاي بالي إني راقبه للاثنين وشو شو عم يعملوا. وبركي حدا كشفك، والله منتبهدل لك فاروق. لا تخاف أخي، لا تخاف، ما حدا حيكشفني، لا تاكل هم شيء. يلا عن إذنك أنا رايح، السلام عليكم. الله معك. زينو عم يزن براس ابن عمك طالب مشان يحتال علينا. والظاهر لعبان بعقلاته مشان يشاركه بتجارة الحنطة. حنطة وطالي شلون ظابطة هي؟ ما فهمت. ايه يا اخي بيكون ضحكان عليه بكام كلمة وقايل له شاركك بتجارة الحنطة بصير معك مصاري واخده يمين وشمال وفوته بالحيط وعم يخليه يعمل اللي بده اياه. زينو اخوه ما بيفيده. طيب هلا والحل؟ شو بدنا نعمل؟ نحن لازم نروح نخبر ابن عمك طالب هلا بهذا الحكي كلياته. لك استنى شوي، وين رايح؟ هلا اذا بدك تروح لعنده تبلع له ورق المصحف ما راح يصدقك، وتقول له انه زينو نصاب؟ لا سيدي، بده طلعنا نحن النصابين، وبده يصر على مصاري الورثه اكثر من اول. لكن هيك بدنا نضل عم نتفرج عليه اخي، قاعد عم يهيننا ويدوس علينا. فشار، اوعى تحكي هذا الحكي. اسمع مني، رح اقول لك كلمتين. عود لله. لك اهلين بزينو، بعد زمان والله. الله يا ابو عبدو. ايه والله بعد زمان. طمني عنك، شو اخبارك؟ العمر الطويل يا فاروق. اللي تفضل الله علي يا ابو عبدو. شو الاخبار ابو عبدو؟ شو القصه؟ عم تحكيني حكي حلو. بالعاده وقت تشوفني بتتوضى باللبن. ايه سيدي، نحن من الاخير قاصدينك بخدمه. ايه ها هيك من الاخير اعطيني. عم قول ليش بعثت لي فاروق جابني بتلزوق وكابريه لعندك على البيت؟ تفضل اخي. نحن بحياتنا ما كنا صحبي، بس من يوم ورايح باذن الله ما رح نفترق بنوب. حلو، هات لنشوفها بعد. اخي عنا دفعه حنطه كبيره وسعر حلو، بدنا نبيعون. ومن ايمتى كنا والشمس رقعنا لك ابو عبدو؟ شبك عم تتشفتل لك زينو؟ هلا عم نقول لك رح نفتح صفحه جديده. ها محينا الماضي. تفضل اخي. هدول الحنطيات يعني شو بدي اقول لك، مضروبين تعبانين شوي. خربانين نوب يعني؟ يعني مو خربانين اخي، بل مشرمحي مسوسي. مسوسي؟ والله تريدك مالك قليل يا ابو عبدو. شو فاروق عم تعلم من اخوك الكبير شاي؟ ايه والله شو بدنا نساوي؟ لك يلا بدنا نمشي وضعنا لبزيرو. لك لو من زمان حاطين ايدكم بايدي انتو الجوز،
ما كنتوا وصلتوا لهون منو؟ خلاص قلنا لك نحن اولاد اليوم. اي نعم اولاد اليوم. اخي يعني موافق تشتغل معنا؟ لك معلوم؟ لك كان شلون لك فاروق؟ فهمنا، شلون بدك تبيعون؟ ومين بده ياخذون؟ لك شو بدنا ابو عبدو؟ قلنا لك عندي القصه لا تاكل همها. في تحت ايدي واحد غشيم ماله بالمصلحه. ايوه مين هذا الرجال؟ ماله غريب منو؟ ابن عمكم طالب. طالب ما غيره؟ لك هذا حلا شو فهمه بالحنطه؟ لك ايه طالب؟ هذا واحد حمار ايدن عنكم انتو الجو، وانا ماسكه من ايده اللي بتجعوا هي المصاري. ايوه مشان هيك حضرتك عم تدفشوا علينا مشان ياخذ العشر ذهبات. مين قال هذا الحكي؟ مين قال هذا الحكي؟ طلع من هالبواب زينو، ابن عمي طالب عظمه لسانه قال لي اياه. لك يخرب بيته هالطالب شو ولد، وما بتنبل بتمه فوله. بس بدك الدغري يا ابو عبدو؟ ايه انا ورا العشر ذهبات. يا عبي شو عليك؟ شو هالحركات هي؟ انت بتعرف نحن ما بناكل حق حدا ولا منخلي حدا يطالبنا بمثليك. ايه انا بعرف، بس انا كان بدي اخذ تاري منك يا ابو عبدو. انو تار وانو حق عم تحكي فيه زينو؟ نسيت لك ابو عبدو، نسيت وقت بزقت بوشي بنص الحاره وقلعتني من دكانتك؟ لا مالي نسيان ومالي نسيان لما عرضت علينا شغل. لا الله بيقبله ولا عبده. صلاة على النبي حولك على هالشرف والاخلاق. لك ليكك لك ابو عبده، هلا عم تقترح علي هي البيعه المسوسره بدك ياني مشي لك اياها؟ اسمع ابو عبده، المعلم زينو ما بينزل ولسه بدي احرقكم كلكم انت وابن عمك. علم علي هي الشرف يا واطي يا لي للنابوس. لك شو جابك لهون انت ولا؟ ابو عبدو قل له يفلتني. لك ان شاء الله مفكر اذا فلتك هو نحن هنفلتك. لك انت واحد واطي ولك؟ ابو عبدو عم اقول لك قل له يفلتني احسن ما بطل اشتري الشروه كلها. ما بدك يكون في شروه كلها من اساسها؟ شلون يعني؟ يعني لا في حنطه ولا هم يحزنون. اسمعوا لا بدي احكيك كلمتين. انت طلعت اكبر ندل، تحمل حالك هلا وتنقلع بالبيت. يلا نلعب لك. نزل ايدك طالب. يا اخي ما بيروح على يشرب من دمك طالب. ارمالي روح ضرب بيسد ما يرد. روح والله يا ابن عمي ما عم صدق، ما عم صدق انه هذا الواطي لعب بأعلاتي وكان بده يفرق بيني وبينكم. ما عم صدق شلون كنت عم بلحقه لهذا الخسيس. صغيري يا ابن عمي صغيري، ضاعت ولقيناها. نحن عملنا كل هالشيء مشان تكشفوا لهالخسيس. انت اذا بتطلب روحنا بنعطيك اياها، ومثل ما بيقول المثل انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. روح جدد لنا شاي. روح امرك اخي. تفضل تفضل. عود 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 طالب. يا رب.